في تنافس أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني وبرامجي خليجي متميز، تنافسوا للفوز بأشرعة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذهبية والفضية. وخضعت جميع الأعمال لتحكيم إلكتروني دقيق، نفذ 75 محكم من خلال 12 لجنة شملت مختلف فروع المسابقات في إطار تام من الشفافية والحفاظ على المنافسة وفق المعايير المحددة لكل الفئات. المزيد في تقرير الزميلة معالي راضي. وحنا ناكل وهكتك الظاهرة شوية تابع. يا هلا وسهلا فيكم في الحفل الختامي لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، واللي يجمع الإعلاميين الخليجيين العاملين في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في القطاع الحكومي والخاص. التقينا بعدد كبير منهم وكلهم أشادوا بجهود المهرجان. خلينا نشوف وش قالوا. كيف تشوف مهرجان الخليج إذاعة والتلفزيون من حيث تجمع الإعلاميين؟ صراحة رائع جدا، تنظيم رائع جدا، إن شاء الله الجوائز تذهب لمن يستحقها. هذا جهد سنين، تنظيم مميز ومستمر وفي استراتيجية، وهذا مو غريب على البحرين ولا على أهلها. مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون هو أحد المهرجانات القديمة والعريقة في منطقة الخليج بل في المنطقة العربية بشكل عام. كنا حريصين أن نتواجد، كنا حريصين أن نكون أحد الرعاة الرئيسيين، كنا ممثلين في المجموعة MBC بقناة MBC One وأيضا منصة شاهد. كيف شفت التجمع الإعلامي في مهرجان الخليج إذاعة وتلفزيون؟ صراحة كتير مبهور بالحفل أول شيء، ومبسوط كتير بالتجمع لأنه تعرفت على إعلاميين من البحرين، السعودية، من الكويت، من الإمارات، فكتير حلو أنه الواحد تعرف على هدول الإعلاميين، لأنه إحنا مش دائما نلتقي مع بعض، منتابع بعض يمكن على الشاشات، بس حلو أنه لما نلتقي على أرض الواقع. الحقيقة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون قدم فعاليات جدا رائعة ومميزة، ومنها ورش العمل ومنها الندوات. كانت ندوات الحقيقة تهدف إلى نشر الوعي على المستوى الإعلامي، على المستوى الاجتماعي، حتى على المستوى الرياضي. اليوم التكريم كان كبير، شمل الإعلاميين ولجان التحكيم والفائزين بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية. خلينا نشوف فرحتهم. MBC FM وبانوراما FM تستاهلون الفوز، ألف مبروك، وكلمنا عن مشاعركم. أشوفك مرة مستانس. الله يبارك في عمرك ويحفظك، شكرا جزيلا لك. أبارك لزملائي في MBC FM وبانوراما FM في القطاع الإذاعي والموسيقي بقيادة الأستاذ زياد حمزة، وكذلك الزميل الأستاذ ياسر الشمراني مدير المحطات العربية. أكيد فرحة كبيرة، تنافس كبير جدا في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بين عدد كبير من الإذاعات الخليجية، فكنا نفوز هذا شيء جميل وعظيم. طبعا مشاعرنا جميلة جدا، أول شيء اللمة هذه اللي موجودة، جميع الإعلاميين من دول الخليج، هذه إضافة للجميع من خلال هذا التواصل، من خلال معرفة وين وصلوا الآخرين. بالإضافة للفوز الواحد كمان يفرح أكثر، لكن الفوز الأكيد أن هالشباب ما شاء الله الإعلاميين في الوطن العربي والخليج قاعد يأدون أداء جميل اليوم من ضمن الاحتفالية هذه اللي شفتوها اليوم، ما شاء الله النجاحات. إذاعة UFM إيش سويتوا؟ ست جوائز مرة واحدة، ألف مبروك. الله يبارك فيك، اللهم لك الحمد ولك الشكر، بكل تأكيد هذا توفيق رب العالمين. وشيء ثاني، دعم حكومتنا الرشيدة، دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية، اللي بكل تأكيد مكن الشباب لطبعا الإبحار بحرية كاملة في كل المجالات، وإحنا في المجال الإعلامي نجد أكيد دعم كبير من سيدي ولي العهد. والله تحية للبحرين وتحية لكل القائمين على هذا المهرجان، طبعا بداية بوزارة الإعلام في البحرين. تحية لكل وجوه الرائعة اللي احنا شفناهم من زملاء وأساتذة، وتحية أكيد لمعالي على هالمجهود الكبير.